قانون 2022 في المغرب يثير جدلا حول تكميم الأفواه وحرية الرأي والتعبير. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم الفنية، قناة كوكب الفن، القناة التي تهتم بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير وأيضا المواضيع الرائجة. وقبل بداية هذا الفيديو أتمنى ألا تبخلوا علينا بالاشتراك وكذلك تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل ما هو جديد، كما أرجو أن تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب حتى ترقى القناة نحو الأفضل، وسأكون شاكرا لكم. والآن هيا بنا. ثير جدل واسع في المغرب حول قانون 2022 المتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وصفه مغرضون بقانون تكميم الأفواه، معبرين عن قلقهم من تأثيره على حرية الرأي والتعبير. قانون الكمامة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من القانون المثير للجدل بشكل واسع، فقد انتقد مصطفى سوينغ المدون المغربي المعروف عدم مشاركة الحكومة لقرار يخص مستخدمي الإنترنت عبر الإنترنت. ونصت المادة المتداولة على عدة بنود، منها الإحاطة بكافة الجرائم الإلكترونية لا سيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي ونشر الأخبار الزائفة والسلوكيات الماسة بالشرف. ويذكر إن النسخة تم تهريبها من قبل مصدر حكومي، كما اتهم فريق من المغردين الحكومة المغربية بإدراج القانون للانتقام ممن سبق ودعوا لمقاطعة شركات ومؤسسات وطنية متهمة بالفساد. ووصف القيادي المعارض عبد اللطيف وهبي المشروع بقانون تكميم المغاربة، مضيفا أن من حق الشركات عرض منتجاتها ومن حق المواطنين معارضة تلك المنتجات. وفي المقابل عبر مغردون عن تعجبهم من رد فعل تلك الأحزاب المغربية وعدم ثقتهم حتى في المعارضة. المعارض عبد اللطيف وهبي غرد قائلا: مشروع القانون المعروف بقانون تكميم المغاربة هو قانون مرفوض حقوقيا، لأنه يحذ الكثير من الحريات، وسنواجه كمعارضة تشريعيا وسياسيا بالرفض. فمن حق الشركات في القطاع الخاص القيام بإشعارات لمنتوجاتها، ومن حق المواطنين مقاطعة هذه المنتوجات. أما طوق ياسمين فغردت: كانت عجب اللي باقي كيثيقوا في الأحزاب المغربية، كل واحد فيهم كيسبها في الآخر حتى المعارضة، والله ما تيقتهم. أنا شخصيا للآن كنعتبرهم دكاكين لا فائدة مرجوة منهم، ضررهم أكثر من نفعهم، وأزمة كورونا زادت أكدس ليا هادشي، والكثير من الحقائب الوزارية ما عندها حتى معنى. أما الصحفي المعروف يوسف بلهيسي فغرد قائلا: سيسجل التاريخ عندما كان المغاربة يواجهون جائحة حصدت أرواح عدد منهم وأصابت الآلاف. اختار السياسيون تصفية الحسابات بينهم سعيا لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، وكأن شيئا لم يكن أخطر من الجائحة. وفي السياق نفسه انتقد مغردون التوقيت الذي قررت فيه الحكومة المغربية التضييق على حرية التعبير، مشيرين إلى أن محاولاتها تمرير قرارات مرفوضة في ظل ظروف الحجر الصحي الاستثنائية، ومحذرين من تبعات ذلك على المواطن الذي قد ينفجر في أي وقت. أيوب سلوني يوضح ذلك في تغريدته قائلا: حكومة المغرب تقبل على خطوة مسمومة في هذه الظرفية الصعبة، ويبدو أنها لا تحسب عواقب هذه الخطوة. في اعتقادي أن غلق آخر متنفس وهو حرية للمواطن سيجعل منه قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت.
كما عبر مغردون عن استيائهم من القانون إذ قارن البعض بين قرار ارتداء الكمامة الإجبارية لمحاربة فيروس كورونا وفرض قانون لتكميم الأفواه مستخدمين واسم هاشتاغ يسقط قانون 2022. وكذلك رفض القانون حقوقيون ومؤثرون ومشاهير وطالبوا بمقاطعته. وبحسب تقارير إعلامية فإن النسخة المسربة من القانون هي مسودة أولية فقط ولن تعرض على الحكومة إلا بعد إجراء تعديلات عليها. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.